اف فيكتور بتساوي اف محصلة مين في اليونت فيكتور، ضرب عادي في اليونت فيكتور لمين لنفس الاف. هذا القانون مهم هسه. فبالتالي انا لازم اطلع اليونت فيكتور واضربه بالقوة المحصلة واطلعها ككارتيزيان. هيك بخلص السؤال. طيب كيف بدي اطلع احداثيات؟ هاي المشكلة كثير عند بعض الطلاب. لو انا بدي اطلع احداثيات النقاط، هاي عندي نقاط بطلع احداثياتها. هاي النقطة او الاف اللي بضربها باليونت فيكتور هاي بكون معطيني اياها بالسؤال صح؟ بكون لازم اعطيك اياها، واذا ما اعطاكش اياها انت بدك تطلعها. يعني بكون يعني معطيك محصلة وقوة ثانية، طبق سيجما اف واي سيجما اف واي سيجما اف واي سيجما اف زد، طلع القوة هاي زي الاسئلة اللي قبل زي 2 دي. خلصت. فبس انه بتكون ذات اليونت فيكتور مثلا عادي. يعني انا بكتب لك سؤال اذا ما لقيت الكتاب. هاي الاحداثيات النقطة او و A و B. هي بتطلع احداثيات. هسه النقطة O هسه بدي اشرح لكم اياها اول شيء على 2 دي. هاي 2 دي لو هاي X وهذا Y، هاي هي نقطة الأصل اسمها O، نحكي احداثياتها صفر وصفر. سواء 3 دي فبالتالي في X و Y و Z، فبالتالي تكون صفر وصفر صفر. طيب هسه حكى لي هسه لو كانت النقطة مثلا هون نقطة اسمها A، هسه هاي النقطة مطبقة على محور X نقطة A، شو بعمل؟ بقول له لو هاي المسافة كان ثلاث، شو بعمل؟ احداثيات O ثلاث. طيب في مسافة موازية ل Y، يعني هاي مسافة موازية ل X، في مسافة موازية ل Y معناته Y كبير. فأنا إيش بعمل مشان أطلع احداثيات؟ بشوف شو المسافة الموازية أو خطوط الإسقاط اللي هي الأسئلة اللي قبل. يعني بنشوف على 3D هسه النقطة O احداثياتها صفر صفر صفر. هاي نقطة O. هسه النقطة A، هاي النقطة A شو بعمل؟ بشوف شو الخطوط الموازية. هسه بطلع شو الخط الموازي ل X اللي هو هيك بيجي، هيك الخط الموازي ل X. طيب بدي أطلع المسافة من هون لهون. طيب هاي المسافة كم؟ ببساطة راح تقول لي إيش؟ أربعة. شو هتقول لي أربعة واثنين؟ غلط. ليش مش أربعة واثنين؟ لأنه هاي A خطوط إسقاطها طلع هيك، هذا المسافة عن محور Z، وهاي المسافة عن محور X، وهي المسافة عن محور Y. وبالتالي المسافة اللي بالأحمر هي الإحداثي إلها. المسافة اللي بالأحمر X تعطيني أربعة، Y تعطيني اثنين، والZ بتعطيني هذا Z. أي Z فيهم؟ شو شرحناها؟ لأنه في كسرة تحت، هون Z السالب أختارها سالب. طيب هاي الاي هسه البي، هاي البي بدي اطلع المسافه هاي. هسه المسافه من هون لهون هي ايش؟ اكس الموجب او مسافه اكس، وهاي المسافه هي الواي، هاي المسافه إيه؟ هاي المسافه هي الزد، وهاي المسافه هي الواي. طيب مسافه على اكس هاي المسافه كم؟ راح تقول لي اثنين. تقول لي لا، المسافه على نقطه الاصل تكون اثنين زائد اربعه كم؟ سته. طب وعلى واي؟ واي هاي مسافة واي كم؟ راح تقول لي واحد. لا مش واحد، هي سالب واحد. ليش؟ لأنه هاي مع محور السالب، هذا خط موازي ماله مع واي السالب، فسالب واحد. طب اف الزد كم؟ أربعة. طيب هيك هيك أنا طلعت احداثيات النقاط. أول خطوة الرحمن كيف ستة؟ البي هسه هاي النقطة بي صح؟ امتدادها امتدادها بدي اخذ انا مسافه هاي كم يعني اللي بالاحمر. طيب هاي المسافه كم؟ بعرف المسافه من هون هون اربعه. انا بديش هاي المسافه، بدي كمان ازيد عليها هاي. كم هاي الزياده؟ اثنين. اثنين زائد اربعه. فترى انه في مسافه زياده عن ايه؟ يعني هاي هاي ايه؟ هاي امتداد ايه؟ وعرفناها بي هي هون في مسافة بينهم. راح ناخذ دائما عن نقطة الأصل 2 زائد 4 وصلت. بس في أمثلة ثانية بتوصل مثل ما هاي. طيب أنا هيك أنا إيش هسا عملت؟ طلعت الإحداثيات أو إي بي. هسا فرضا في عندي فورس كان عامل لي إياها هيك،
لي هاي فورس، هاي الفورس كيف سهم A ل B؟ هاي A ف هاي الفورس B. فشو بعمل أنا؟ بروح كيلو فورس AB، حكينا الفورس AB شو بدها تساوي؟ فيكتور، يا كفيكتور بدها تساوي FAB كمحصلة مثل ما طلعنا بقدرها 100 200 في اليونت فيكتور لمين؟ ل AB. أنا هسه بدي أطلع اليونت فيكتور ل AB. اليونت فيكتور ل AB بطلع أول شيء اسمه R اللي هو البوزيشن فيكتور، بعدين اسمه على المحصلة تبعه. فهسه ال R إيش بدي R؟ أنا هسه بدي أطلع RAB، راح أقول له RAB بيساوي دائماً قاعدة RAB يعني B ناقص A، B ناقص A يعني الثاني ناقص الأول، فB ناقص A 6 ناقص 4 كم؟ 2. هاي أي احتياطي X في 2 I hat، سالب 1 سالب 2 سالب 3، فهي سالب 3 G hat. 4 ناقص ناقص 6 زائد 10 زائد 10 G hat. هذا ايش؟ هذا RAB. بدي اياه كمحصلة يعني الطول، هذا عبارة عن طول، هذا الطول كفكتور. طب بدي الطول مقدار، اخذ له الجذر التربيعي يعني 2 تربيع زائد 3 تربيع زائد 10 تربيع، طلع هذا ايش كمحصلة. طب يونت فيكتور ايش؟ عبارة حاصل قسمة هاف على هاف، بطلع يونت فيكتور على اكس حاصل قسمة هاف على هاف هو الجذر يعني جواب نهائي، يعني اليونت فيكتور على واي، وهاي العشرة بقسمها على المحصلة بعطيني اليونت فيكتور على زد، بضربهم بعض ضرب عادي بعطيني قوة كفكتور. عشان نعرف الكوساين انفرس لليونت فيكتور بعطيني الزوايا. انا مشان احل اي سؤال احداثيات بوزيشن فيكتور بشكل عام، بطلع الاحداثيات بطلع الار كمتجه، اذا بطلع الار كمحصلة بقسمهم مع بعض يونت فيكتور، يونت فيكتور بضربه بالقوة اللي معي ايش بعمل؟ بيطلع لي قوة كمتجه، وأنا أصلاً اللي بدي يعني أطلع القوة كمتجه مشان أجمعه وأطرح. هاي فكرة الإحداثية. المطلوب بالسؤال بكون فورس فيكتور. ممكن فورس فيكتور، ممكن يعني مثلاً سؤال السنوات اللي بعث لكم إياه كان طالب مني أول فرع حلل كل قوة، كان معطيني AB و AC و AD، حلل كل قوة كفيكتور. فشو بتعمل؟ تطبق هاي الخطوات لكل قوة، يعني بتأخذ منك 10 دقائق تقريباً إذا كنت سريع ومتمرس. طيب طلعتهم هاي، الفرع الثاني كان طالب ايش مثلا اوجد المحصله، شو بتعمل؟ مع اي واي واي وجي 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 اوكي اوكي اوكي، بعدين لما طلعتهم ايش تعمل انت؟ بتاخذ الجذر التربيعي وبعدين تطلع الزوايا ساين انفرس اليونت فيكتور تبعهم على محصله القوه كامله بكون اخذ. بدك تستعمل المحصله، يعني بدك انت طلعت المحصله كفيكتور، طلعتها كمتجه قسمهم مع بعض شو بتطلع؟ بتطلع اليونت فيكتور، اليونت فيكتور خذ له كوساين انفرس بتطلع الالفا والبيتا والجاما. السلام، نفس السؤالات كان من A ل B، هاي قوة بالإجراءات هاي بمشي برد لو كان في قوة من A ل B مثلا بده الفورس كمل بس انا قطعتهم في قوة ثانية معي كمان من O ل B أرد حل القوة الثانية نفس الإجراءات مثلا ها من O ل B يعني اتجاه هيك صح؟ شو بتعمل انت؟ بتحكي R بتحكي R O B، شو بتقول له؟ B ناقص O، بي ناقص او يعني 6 ناقص 0 تعطيني 6 اي هات، وسالب 1 ناقص 0 سالب 1 جي هات. كثير الطلاب تخربطوا الاشارات، و4 ناقص 0 يعني زائد 4 جي هات. ايش انا طلعت؟ ار او بي، خذ الجذر التربيعي لها من المحصله شو بيطلع معك؟ ار او بي كمحصله تسمهم مع بعض شو بيطلع معك؟ يونت فيكتور. يونت فيكتور هذا هسه بظن ظليتني مكمل بالسؤال، لو وصلت نفس الخطوات تون طلعت ال اف او بي فيكتور فورس. شو الاجراء الاخير بكون مثلا بيطلب محصله كامله؟ هسه هاي اف او بي وهاي اف اي بي، شو بتعمل انت؟ بتكون اي جي كي تمام، او يمكن اي زد اي كي لحالها، اي كي جي كي لحالها عادي يعني سؤال. هاي بتكون اي جي كي صح؟ شو بتعمل؟ بتجمع هذول لحال، تجمع هذول لحال وتجمع هذول لحال، الأرقام تطلع معك بتكون هي الـ FR، يعني مجموع هذول مجموع هذول مجموع هذول تمام؟ تمام، برد أجيب تمام. المقدار برد أجيب كمان بترد تأخذ جذر، تأخذ جذر شو بيطلع معك؟ مقدار المحصلة اقسمهم مع بعض بيعطيك الزوايا، هو إنه اليونت فيكتور ومنه بطلع الزوايا. ما برد أضرب كمان إذا في قوة مثلا بقول لي فورس فيكتور للـ FR، خلص فورس فيكتور للالف ار يعني انه ايش اللي انت طلعتها اي جي اوكي، بس انت دائما لما تطلع فيكتور لازم تطلع له زوايا
بدك تطلع المحصلة مشان ترد تقسم. المقصد ما في بيكون فورس فيكتور للاف ار مثلا، رد اضرب اف ار مثلا كيف ال اف اي بي اخر خطوة تكون يونت فيكتور؟ ما فيش تاني اصلا، نظرات اليونت فيكتور بالاف ار ما طلعش نفسه، بيكون في خلل بالحسابات مش خلل بالحل قبل الحاسب يعني. لا ما فيش تاني تضرب عادي، مع كم مثال بكره معك اليوم الطول وحل قد ما تقدر. لو حليت مثلا الكوز كانت 9 وحليت من الاثنين للخمس، من الساعه 2 للخمسة مجموعه بروبلم على اليونت فيكتور راح تتمكن منه وتنساهوش ان شاء الله. ان شاء الله يعني هذا السؤال طلب من اللينك. اللينك يعني ار من A ل B، طلع الاحداثيات من A ل B، بشوف احداثيات A. هي A شو الخط الموازي لX؟ طاحه. شو الخط الموازي لY؟ فيش، معناته Y صفر. شو الخط الموازي لZ؟ سالب 3. هاي احداثيات A واحداثيات B. شو الخط الموازي لX؟ هاي الخط الموازي لX كم؟ هاي معطيني هيك طلع لي خط مختار 2، والخط الموازي لا الخط الموازي لY 2، والخط الموازي لX هيو سالب 2، الخط الموازي لZ 3. صح من بعض هيهم صح من بعض، بعطيك الار. هذا الجذر التربيعي، هذا الجذر التربيعي بعطيك انه مقداره 7 متر فطوله 7 متر. بس هو ايش طلب مني كمان؟ طلب مني الاتش دايركشن. ايش بعمل؟ بطلع اليونت فيكتور. اليونت فيكتور عباره عن قسمه هذا على هذا، سالب 3 على 7، 2 على 7، 6 على 7، اصلا انفرس لهم بطلع لي الزوايا. هيك فعليا الطول AB وهي الزاوية هي نفسها. لو كانت AB قوة تكون هي فعليا نفس الزوايا لأنك أنت ضربت بيونت فيكتور. فهذا أنا اللي شرحته، أنا شرحت سكشنين فعليا نفس السكشن هو الفورس فيكتور دايركت لاين وبالأف في اليونت فيكتور. هذا طبيعي. هذا السؤال راح تشوفوا تسيروا تسألوني عنه، خليني أشوفكم الحس. هذا السؤال، هذا السؤال اعطاني عن الاسقاط، انه هاي انه الاحداثيات هاي احداثيات بي الاسقاط. فانا ايش بعمل؟ اعطيني الزاويه هاي الزاويه اللي هي هاي نفسها، هاي اللي هي الزاويه بين الزد والمسقط. بالتالي الاف زد بتاخذ ساين، اف مسقط بتاخذ كوساين. هي الاف زد هيها اخذت ساين، اف زد اف زد اخذت ساين. طيب اف فتحه فتحة يسمى 4 على 5 5 اللي هي أخذ إنه أخذ الكوساين. طيب هسا إيش طلعت أنا؟ طلعت F فتحة. شو بدي أطلع علي؟ أطلع الواي الإكس والواي. هسا هاي مع إكس السالب، إكس السالب شو بتكون؟ 4 في 5 4 على 5 في 5 في إيش؟ هاي المسافة كم بدها تكون؟ إذا هاي الزاوية 30 وهذا الوتر طوله 5 بدها تكون هاي المسافة 5 ساين 30. 4 5 في 5 في ساين 30 سالب طلع معي وعلى الواي هاي المسافه واي موجبه بتكون كوساين 30 انه هاي المسافه هي الكوساين، هاي الزاويه مع المحور واي الكوساين، والاف زد راح تكون هي الثلاث 3 5 في 5 هي تفسير الاحداثيه يعني. بتحل طبيعي بعدين عادي سالب 4 5 في 5 ساين 30، 4 5 في 5 كوساين 30، 3 5 في 5 لحاله بدون كوساين ساين الزاويه بين المسقطين. اذا كان دمج الاسقاط لزوايا ومسافات وقوه سواء، مش قوه، قوه اف اي بي احداثيات بي، احداثيات اي رفعهم من بعض وبحل. نفس الشيء هاي واي اسئله كثير. بس نتبع شغله اذا اعطاني زاويه ووتر، هاي سؤال يعني كثير بتكرر وشفته في سنوات، زاوية وتر الزاوية 60 وهاي 3 الوتر، فهاي المسافة 60 ساين 30 المسافة 60 كوساين 30، المسافة الموازية ل x 60 كوساين والمسافة الموازية ل y 60 ساين. هسه شو ظل عندي الدوت برودكت، هو ممكن اشرح لكم اياه بكره لكم داخل. الدوت برودكت شيء مش صعب بكل بساطة. الدوت برودكت شو بحكي لي؟ ضرب نقطي، انا بقول له ضرب النقطي مثلا بدي اضرب متجه اف اي بي بدي اضربه مع اف اي سي. هسه هذا بيكون اي جي وكي، وهذا بيكون اي وجي وكي.
شو بعمل الدوت؟ بقول لي ضربها دوت برودكت، ضرب نقطي، ضرب نقطي، بقول لي اي ضربها باي وبيعطيني ايش؟ بيعطيني رقم بس ما بيعطيني متجه. جي ضربها مع جي، لا تنسى الاشارات. كي تضربها مع كي. شو بتعمل هيك انت؟ هاي الاي والجي والكي طلعت مثلا مقدار، مثلا هاي واحد شوي بس. تمام. فمثلا اي مقدار، مثلا اي هاي بالمتجه الاول مختارها واحد، وهاي مختارها اثنين، كل واحد في اثنين اعطيني اثنين. لان جي مختارها خمسه، هون الجي مختارها ثلاث، خمسه في ثلاث كم؟ 15. ايش بجمع بينهم؟ كي في كي بجمع المختار مثلا بيطلع ثلاث، بجمع بينهم بيعطيني هذا الضرب النقطي لهم رقم. طيب انا هذا بايش بدي استعمله؟ استعمله بكل بساطه، طب مني زاويه بين متجهين، طلب مني زاوية بين متجهين. شو بقول له؟ زاوية بين أي متجهين تساوي الكوساين الانفرس لا R الأول نقطي R الثاني، بده المتجه الأول والثاني، في R كمحصل، في R2 كمحصل. هاي فائدة الدوت برودكت، إني أطلع الزاوية بين أي متجهين. روح بطلع ال R1 مثلا المتجه الموقع البوزيشن فيكتور للاول، وبطلع البوزيشن فيكتور للثاني، شو بعمل فيهم؟ بضربهم ضرب نقطي، بعدين بقسمهم على محصلتهم يعني كرقم، فرقم على رقم بطلع كوساين الانفرس. طبعا اذا اعطت الاله حاسبه ماث ايرور اعرف انه غلطان بشيء معين بالمحصله، انه يعطيك ماث ايرور. تطلع مع الزاويه بين شغلتين. طيب هاي اول شيء عرفنا كيف نضرب دوت برودكت، نضرب الاول في الاول مباشره ما بيعطيني المتجه، وكيف نطلع الزاويه، هاي الزاويه ضرب نقطه ضرب عادي. طيب هسه الاسئله اللي بتجيني بالدوت برودكت، احكي لي طلع لي شيء اسمه مثلا اف بروجكشن، اسقاط القوه على محور معين. ببساطه في عندي قوه اسمها بارلل، قوه موازيه، قوه عموديه، بندكتور برمزونها بالرمز هذا بيربنديكولار. ببساطه الاف بارلل بتكون الاف اف بارلل اف في ضرب نقطي، اف ضرب نقطي في اليونت فيكتور اللي بدي اسقطه عليه. يعني حكى لي اسقط لي فورس اي بي على محور سي دي، هذا محور، هو قال لي محور، فبقول له اف اي بي في اليونت فيكتور سي دي، ضربهم ضرب نقطي، يعني بدي يطلع معي رقم، بدي يطلع معي رقم. تمام؟ هاي ايش؟ هاي الاف بارلل او اف بروجكشن بشكل عام. طب بده الاف بيربنديكولار، ببساطه الاف بيربنديكولار تساوي هاي اف بيربنديكولار بتساوي اف المحصله الاصليه فيكتور طبعا ناقص اف بارلل فيكتور. هاي فيكتور، هاي فيكتور، فيكتور. هيك انا ايش بعمل؟ طلع الاف بارلل. بدي اياهم كم اختار؟ ببساطة أنا هاي بطلع معي رقم، رقم هذا لو رجعت ضربته بيونت فيكتور بطلع لي ايش؟ بطلع لي اياها كمتجه. بس بنحل سؤال على السريع. عبد الرحمن اسال اف اي بي مقدار، واليونت فيكتور للسي دي مقدار ولا متجه؟ فيكتور، ما انا ضرب نقطي فيكتور، فهاي فيكتور، ها هاي فيكتور، هاي فيكتور، ضربهم ضرب نقطي بيعطيني رقم، بيعطيني رقم. هذا الرقم. بتجمعهم بيطلع معك ايش؟ هاي اف بروجكشن، اف بارلل. هسه هاي بضربها باليونت فيكتور سي دي نفسه، ضرب عادي مش نقطي، طلع لي ايش؟ طلع لي اياها كمتجه. هاي طلعتها كمتجه اللي هي اف بارلل، هاي اف، هاي مش اف عمودي، هاي اف بارلل. هسه هاي لو طرحت اف المحصله الاصليه متجه بطرحها من اللي طلعته هون بطلع لي اف العموديه، بطلع هالجذر الطبيعي طلع لي ايش؟ الاف اف بندوكيولر متجه، وكما كمقدار. وفي عندي قانون ثاني اف بروجكشن تربيع مقدار، هذا الحكي كله اف تربيع في محصله يعني، واف الاصليه السؤال ناقص اف. بس مع المثال راح انه انا شرحت على السريع ما بلش الا 7 دقائق.
مثلا هذا السؤال، هذا السؤال حكى لي اذا الاف الاف اللي بالسؤال هاي مقدارها 300، شو حكى لي؟ قال لي اوجد ماجنيتيود بارلل والبنتيكولار على مين؟ على اي بي. فانا ايش بقول له؟ اف اف مقدارها 300 جهه، فاعطاني اياها بالسؤال. ايش بعمل هسه؟ بطلع اي بي، اي بي بتطلع احداثياته، فبطلع ار اي بي فيكتور، طلع ار اي بي محصل. هذا شرحناه قبل شوي. شو بعمل؟ بقسمهم على بعض، بطلع اليونت فيكتور لاي بي، بطلع معي اليونت فيكتور لاي بي، بطلع معي هذا الرقم. ايش بعمل هسه؟ ايش بعمل هسه؟ كانت اليونت فيكتور لاي بي. هسه انا اف بارلل، اف بارلل حكينا الاف اللي معي دوت يونت اي بي، فهي اف اللي معي 300 جهات، بضربها ضرب نقطي مع اليونت فيكتور. فايش انا بضرب؟ جي في جي، بس في اي 0 جي في كي 0 300 0.857 يعطيني اف بارل قدرها 257.1. يب هسه هي اف مقدار، طب بدي اياها كفيكتور، اضربها باليونت فيكتور نفسه ضرب عادي طلع معي ايش؟ فيكتور. بدي البربنديكولار بطرح طرح عادي ناقص البارلل، بقدر التربيع لهم بطلع الاف محصله. هسه وصلت؟ يعني هي الفكره، بس بطلع يونت فيكتور بضرب نقط. اليونت فيكتور لمين؟ للي بدي اسقطه عليه. ايوه حكى لي اسقط لي اياها على اي بي، لو قال اسقطها على بي اي بطلع ار بي اي، التزم بالتسميه. هذا سؤال ثاني، هذا سؤال اللي اوجد الزاويه ثيتا بين بي اي بي اي والفورس هاي. فانا ايش بتعمل؟ ايش بعمل؟ بطلع احداثيات اي بي جي، احداثياته بطلع ار بي سي نسهم من بي لسي، بطلع ار بي اي يعني اي ناقص بي وليس بي ناقص اي. ايش بعمل؟ بطلع الارات كفكتور، بطلعهم كمحصله. ايش بده هسه؟ الزاويه بينهم تقلب الزاويه ثيتا تساوي كوساين انفرس لمين؟ للضرب النقطي للي فوق على ضرب عادي للي فوق كوساين انفرس. هيك انا بطلع صحيح بتكون بي ناقص سي ولا لا سي ناقص بي بتكون واي ناقص بي لا بي ناقص اي لانه طلع ايش ايش حكى لي هو بي اي بالتالي اي ناقص بي الثاني ناقص الاول دائما بس هون القوة من بي لسي فبالتالي سي ناقص بي يعني اي ناقص بي بس هون صح؟ لا اي ناقص بي من خلص وصلنا من الثاني ناقص الاول هيك انا طلعت الزاوية شو بعدين طلب مني؟ طلب مني البروجكشن اف البروجكشن يعني بده بربنديكولار او بارلل طيب انت ليش طلعت ثيتا؟ ليش طلعت السي؟ البي والسي ليش طلعتها مع بعض؟ مش طالب بالسؤال هو هسه هو طالب من الفورس، الفورس هاي مع مين واصله؟ بين بي وسي صح؟ فبالتالي لازم اطلع البي ولازم اطلع السي. هو طلب مني المحور بي اي فبالتالي لازم برضه اطلع احداثيات اي. فهاي ار بي اي وهاي ار بي سي وهاي كوساين الثيتا بتساوي كذا، بطلع الثيتا بعدين هسه بده البروجكشن على البي اي نفس الشيء، بطلع يونت فيكتور للبي اي اضربه عادي يعني القوه كبليونت فيكتور طلع لي الاف بارلل وبس ما طلبش من البروجكشن ما طلب البروجكشن مقصود فيه البارلل والبربنديكولار هي المفروض بارلل بس انت بالامتحان طلع الثنتين عادي يعني يظل معك الامتحان بكون ضع دائره بالجامعه ولا حل لا حل والامر ياسر اصلا ياسر بعادي ما بتجيبش حل بتجيبش دوائر ايش اللي ما فهمت يا فرح لانه ظل دقيقه ونص بالضبط بيطفي واحنا تقريبا خلص خلصنا ما ظل شيء لو تسألني على الماسنجر نكمل هناك يمكن أفضل أو عاد بفتح ميتنج رابع إيش بتحب افتح ميتنج افتح ميتنج رابع وحل لنا واحد على شو اسمه يكون فيه أكثر من قوة على ال 3D تمام هاي خلص بدي أطفي الميتنج ونفتح ميتنج رابع وتعال. خلص يلا فوتوا على الميتنج الرابع